السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، حيا الله الجميع. طبعا الآن مثل ما تعرفون هذا النظام، وهذا النظام كله نباتات شتوية، وكلها زلناها خلاص تهلكناها وبالعافية علينا كلناها. فصار عندي هنا تقريبا 4 دشت أو 5 دشت بكت في ثمار وبقي فاضي، وهناك في الطماطم أبو هذا البصل وهذا البصل، فأخذت جبتهم من هناك حطيتهم داخل النظام هذا وقفلت النظام الثاني هذا. خلاص الآن النظام هذا مقفل، وهذا كله راح يزال، راح أزيله الحين إن شاء الله بإذن الله. راح أشيل اللفت وأنقل الفل مكان ثاني، الزهرة البروكلي هذه راح نشيلها، الببينو راح نقولهم على الفاكهة، والباقي راح نستهلكه إن شاء الله بإذن الله. في عندي البيدجان الأخضر الآن راح أزيله، راح أقطفه وأزيله. عندنا نظام الخيار والكوسة والفاصوليا هذه شلتها قبل قليل، طلعتها برا كبيتها، خليت تضرب الشمس تعقمها اللي هو الأوساط الزراعية، ثم عاد نعيد مرة ثانية استخدامها. هذا الطماطم سويت له عملية ترقيد وشلت جميع الأوراق منه على أساس أنه خلاص بس نحصد الثمار خلاص نزيله، وبعدين نعقم النظام ونرجع الوسط ونزرع من جديد بإذن الله. هذه الفاكهة بدأت بالنموات الجديدة وطرح الأوراق القديمة، كذلك هذا التين تم تعقيمه قبل فترة، تم تقليم وتقليم جائر، فالآن بدأت الثمار فيه، يعني إن شاء الله بداية الصيف يبدأ الانتاجية إن شاء الله عنده. هذه الثمار، هذه الثمار كلها بدأت بالتزهير من جديد. هذا الفراولة إلى الآن في إنتاجية، إنتاجية جدا قوية وأحجام جدا، شوف الأحجام ما شاء الله، أحجام طيبة طيبة مرة طيبة. راح أقطفها الحين أو أقطفها في فيديو مستقل. وهذه الفلفل الآن دخلنا في السنة الثالثة، الآن الفلفل الرومي، الفلفل الرومي وفلفل حار والبارد وشكيرة، طبعا الرومي البرتقال الأصفر والأحمر، وكذلك هناك الجوري والفلفل، كل هذه الأشياء راح إن شاء الله أزيل. البديجان الأسود راح يبقى معي، هذا عمره تقريبا 2 أو 3 سنوات، هذا الأخضر هذا راح أزيله الآن، ثم عاد أرحل من هذه الفلفل راح أرحلها إلى النظام هذا. كل هذه الأشياء بحاول أنقلها هنا بحيث أنه يصير عندنا نظام، نظامين، 3 4 5 أنظمة استعدادا لموسم جديد إن شاء الله بإذن الله. بعد ما خلص من هذا ولا راح بعد ما خلص من الفراولة راح أشيلهم، يا أما أحد يجي يأخذهم هدية ولا أهديهم، أنا كلمت واحد ما أدري ويجي يأخذهم ولا لا، راح أشيلهم وبحط فيهم ورقيات، كذلك هناك راح أزرع ورقيات، وهناك راح يكون احتمال برضو ورقيات في الأنابيب هنا وهنا، والفراولة كلها أتخلص منها. إذا ما جاء شهر 10 ميلادي الموسم الجاي إذا أعطانا الله عمر نزرع فيه فراولة مرة أخرى. راح خلونا نقطف البيدجان الأخضر، طبعا عندي البيدجان الأخضر نوعي شتلتين، هذه شتلة أمس وقبل أمس قلمتها كلها أساس أنه تسهل علي إزالته، كلها قصيت القمم، هذه قمتها كانت واصلة حول السقف، قصيت الجزء الثاني والجزء الثالث كذلك كلها قصيتها، كذلك نفس هذه قصصت القمم، هذه قصيتها وهذه قصيتها، كل القمم كلها قصيتها أساس أنه يسهل علي إزالته. سمي بسم الله ثم نزيل الثمار. ليش أزلت البديجان الأخضر؟ لأن هلي ما حبوها، ما يكلونها، ماش ما تعودوا عليها. ما شاء الله مليانة مليانة مرة مليانة، وقبل كم من يوم بعد أخذ الثمار منها الكبيرة.
هذه شوف من واحدة ما شاء الله كمية لا بأس فيها. هذا التوت هذه يمكن ما فيها أعداد كبيرة، راح نقصها إن شاء الله الحين. طبعا تحتاج إلى منشار قوي أساس أقصها، لكن نبدأ هذه صغيرة أساس نفتح مجال للبقية. يعني الآن راح نطلع واحدة ثنتين وراح نجيب الفلفل، فلفل الثنتين دول راح أجيبهم هناك، وراح نبترش بالباقي، راح لازم نطلع فلفل ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الرامسي، خلاص الرامسي راح يزال وراح يدخل مع الطماطم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.